الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا لأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إيراق. اليوم في احتفال بالمرأة. المرأة هي في كل المجالات، لكن تأخذ أهم شيء اللي هو الأم. عندي لكم حساية عن أهل الديرة وهمتهم الكبيرة. المرأة الكويتية أنا الخطيب جاي بياخذني. سابقة وقتها، سابقة عصرها، سابقة زمنها. منذ البدايات كان لها كلمة، كان لها رأي، فرضت رأيها، كانت قوية، اتخذت قرار، كانت شجاعة ودخلت كل المجالات، تصدرت في كل المجالات. وكانت من الستينات والخمسينات رائدة في مجالات كثيرة، وكانت مثال حتى على مستوى الوطن العربي. أنا أتكلم عن قطاعنا، عن الفن اللي أنا أنتمي له. أنا وزميلاتي بدأنا من 63، يمكن مريم ومريم قبلنا من 62، لكن أنا والبقية بدأنا من 63. وأنا أعتقد من 63 إلى هنا طفنا النص قرن، لكن أنا ما أعتقد أن إحنا ممكن نوصل إلا لما تكون في دعم، يكون في دعم، دعم اجتماعي بالدرجة الأولى، لأن الناس كانت عندها قناعات من ذاك الوقت أنه الفن والثقافة هي المسار الصحيح لرقي وعلو الأمم. فكنا نلقى كل دعم على مستوى اجتماعي، أيضاً على مستوى الدولة. المرأة الكويتية تعددت عدة مناصب بالدولة، وبالأخير عندنا نائبات، وهذا يعني شرف لنا إحنا كعنصر نسائي إن مجلس الأمة في نائبات. في عندنا اليوم وزيرتين، وهذا فخر للمرأة الكويتية. المرأة هي أم، هي عندها التزامات بالبيت، عندها التزامات بالدوام. فبديت في ورش إطعام عمال الشوارع اللي الهدف منها أن أنا أنشئ جيل من الشباب إيون يساعدون في إعداد الوجبة حق إطعام العمال من الألف إلى الياء. وفعلاً قمت أخذ مجموعة منهم. كانت هذه الركيزة الأساسية لحملة رسم البسمة اللي توالت من بعدها بحمد الله وفضله مزيد من الأعمال، مثل برد عليهم قبل صلاة الجمعة، زيارة المستشفيات. ما في إنجاز يخلو من التحديات، ولما أقول تحديات يعني بشكل يومي في تشالنجز راح تواجهنا. أهم درس تعلمته في أني شلون أواجه التحديات وشلون أتجاوزها هو بالنية الصادقة وبالاستمرار، المثابرة، الاجتهاد. كلمة السر كانت بالنسبة لي المثابرة، لأن الواحد يمل، يضعف، يتعب، لكن كلمة السر دائما كانت بإعادة التجربة مرة ثانية مع التصحيح، لأن نفس التجربة، نفس المحاولة بنفس الأدوات راح تؤدي لنفس النتيجة. وايد قالوا لنا ما تقدرون، ووايد قالوا لنا أن هذا المجال وايد صعب، وأنتوا ثنتين حريم، شلون تبون تدخلون مجال النفايات؟ وأن هذه ثقافة جديدة مو بالعالم، في الكويت، وراح تكون وايد صعبة علينا. لكن يمكن طبيعة المرأة لما أحد يقول لها لا تصمم أكثر وتصر أكثر. المشروع مالنا لإعادة تدوير أبوات المياه البلاستيكية، قامت أول مصنع من نوعه في الكويت ومنطقة الخليج ككل. لما تواجهنا بهذا التحدي حسينا إن إحنا نقدر نسوي، وهذا كان واحد من الدوافع الحقيقية اللي خلتنا نشتغل على الموضوع. كانت أهم إنجازاتي في السبع سنوات الأخيرة في بداية عملنا كمكتب هندسي ووضع اسم الكويت عالي في جميع دول الخليج بداية، وبعد ذلك في دول العالم مثل المملكة المتحدة وأيضاً الهند، وقمنا بمشاريع مختلفة. فكنت سعيدة أني أكون مهندسة معمارية كويتية تضع بصمتها في المشاريع المتميزة في دول الخليج وأيضاً العالم. المجتمع النفطي جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي. المرأة الكويتية نائبة، المرأة الكويتية وزيرة، المرأة الكويتية تتقلد مناصب قيادية في القطاع العام والقطاع الخاص. العمل في القطاع النفطي لقيت الأمانة كل الدعم والتشجيع، لكن هذا ما يطلب من المرأة نفسها هي المبادرة كذلك. بما أن ولد عمي محمد واحد من المكفوفين وشفت معاناته في الكتابة، تم مشاركتي في مسابقة الشيخة فادية العلم يتحدى الإعاقات. كان الاختراع هو مساعدة حق المكفوفين
والحمد لله تم تطوير الاختراع وتم تصنيعه في هولندا وتطبيقه على أكثر من مكوف في هولندا. كبنت طبعا واجهتني تحديات، سويت الاختراع وأنا كنت في الثانوية، كانت شوي شغلة صعبة، يعني ما حد تقبل، يعني من الخارج خارج المنزل ما حد تقبل فكرة أن بنية شلون تسوي اختراع وأن بعمر صغير عندها هالفكرة، فشوي كان في إن مثل الكلمات السلبية اللي كنا نسمعها. حصلنا على المركز الأول في تحدي القراءة العربي. طبعا أكثر شيء مفرح بالنسبة لي هو دعم كل أهل الكويت اللي ما قصروا بمشاركتهم في كل مواقع التواصل الاجتماعي. من ذاك الوقت لهالحين وإحنا نحاول قدر الإمكان إنه نمثلها التمثيل اللي يليق فيها، يليق في المرأة الكويتية. المرأة الكويتية يعني لما نطلع برا الكويت أكون فخورين لما يتكلمون ويشيرون لأسماء معينة. أنا أحمد ربي أني أنتمي للكويت وأكون جزء من كفاح ونشاط وعلو المرأة الكويتية. أما عاد التحديات بالنسبة للمرأة بشكل خاص فهي كثيرة، أهمها شلون تحافظ على توازنها، نقطة التوازن، شلون توازن بين أسرتها، شلون توازن بين التزاماتها الاجتماعية، استمرارها بالتعلم واجتهادها في وظيفتها. فأرجوكم أرجوكم تحتاج المرأة منكم كل الدعم المجتهدة منهم. فقط ماخذة منهج أن أنا دائماً أسكر أذني عن أي كلمة سلبية تنقال لي وأكمل طريقي وما يهمني أي شيء سلبي كنت أسمعه، وهذا هو أهم شيء بالإنجاز، أن أنا ما أسمع أي كلمة سلبية تنقال لي وأكمل طريقي وأكون واثقة من نفسي واثقة من إنجازي. ومما يسعدني ويثلج صدري أن في فرق تطوعية كثيرة قامت تحذو هذا المسار والدال على الخير كفاعلة. كنا نقعد مع يعني بعض الفتيات نسوي لهم كوتش، يعني نساعدهم شلون يقدرون يتغلبون على هالظروف. أهم شيء إنه يعني يكون إحنا معطينهم التدريب الصح. إذا الموظفة حصلت التدريب والمساواة بينها وبين زميلها بالعمل والثقة بالنفس، أنا أعتقد المرأة تقدر تسوي أكثر من اللي الرجال يقدر يسوي. هذا يعني أكيد، يعني الله خالقها قوية إنها هي تشوف تدير بيت، تدير عيال، تدير شغلها. فيعني الرجل صح يدير البيت ومسؤول عن عمله، بس أنا كمرأة أحس إن اللود على المرأة أكثر. دائما مخلصة في عملها، جادة في عملها، تحب تستمع إلى آراء الآخرين وتستفيد من خبراتهم المتنوعة. بالنسبة للنقلة النوعية لي كمهندسة معمارية وامرأة كويتية، هو اختياري أن أكون أول مهندسة عربية كويتية لتصميم أول منتجع في جزيرة دلمة في أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، وكان لي الفخر وتشجيع جميع أهل الكويت اللي ما أنسى أبداً في هذه المرحلة. الأم، الحبيبة، الزوجة، الصديقة، العاملة، المعلمة، وهذا اللي أنا أطلبه، أطلبه من الأم الكويتية أن تعود أبنائها على لفظ الاحترام، على التعامل مع الأجيال كلها باحترام وتقدير، وهذا هو اللي مطلوب.